ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة. مرحبا بكم نسل كل نص نهار و17 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة الحياة فهم، موعد جديد من ريكاب ميدي. على إذاعة الحياة فهم بينسير باش نرجع على أبرز المستجدات على الساحة المحلية الجهوية والوطنية وكذلك الدولية. باش نحكيو في برشا مواضيع لليوم على احتجاج أهالي منطقة المضنية برقادة في القيروان الجنوبية، عندهم جملة من المطالب وصلت جلسة في مقر المعتمدية باش نعرفوا نتائج ومخرجات هذه الجلسة، كذلك في إطار الارتفاعات المرتقبة لأسعار عدد من المواد. اليوم نحكيه على ارتفاع مرتقب في أسعار مواد البناء ونأخذ عليها أكثر تفاصيل. سينو على صعيد السياسي باش نحكيه على الاحتجاجات في تونس اللي صارت امبارح في شارع الحبيب بوطيبة في تونس العاصمة، واللي باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل، وباش تكون زاد عندنا قراءة للانتخابات البرلمانية اللبنانية. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. على إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من ريكاب ميدي. البداية تكون كالعادة بالأكتواليتي. أكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم باش نبداو باحتجاج أهالي منطقة أو قرية المضنية من بلدية رقادة معتمدية القيروان الجنوبية، حالة من الغضب، حالة من الاستياء، باش نعرفوا علاش وشنو مطالب قرية المضنية. تدسويت معنا سيد جمال الرمضاني ناشط في المجتمع المدني أصيل المنطقة. سيد جمال عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. عسلامة ومرحبا بكم. أهلا وسهلا سي جمال. اليوم فما احتجاج وغلق للطريق على مستوى رقادة، غضب واستياء من قبل أهالي قرية المضنية، لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل علاش وأبرز المطالب متاعكم. صحيح اليوم أهالي رقادة ملوا وفدوا من الوعود الزائفة اللي توالت عليها من المسؤولين من والي ومن رؤساء بلديات ومن المعتمدين ومن مجالس جهوية. احنا منطقة ريفية عندنا اشكاليات عديدة. الاشكال العقاري هو الاول. نحن قرية في عام 1969 في الفيضانات كنا نسكن في منطقة معناها جرفتها المياه والامطار في الفيضانات، خرجتنا الدولة وحطتنا في المضنية ذي في المنطقة اللي هي على ملك خاص. لكن دولة معناتها مش نعرف ساعتها استولت عليها فكت هالو الحصيل وبنت لنا بني وقاع إجلاء المواطنين هني الغادي، لكن ما وقعش تسوية العقار متاعهم، قاعدوا في إشكاليات. دول المالك الحقيقي للأرض يطالب بأرض ويسلط في ضغوطات يعني ضغوطات على المتساكنين ومستهدفهم في كل شيء. تو حتى المواطن العادي ما عادش ينجم يجي يهبط في ماء ولا في ضوء، ما فماش الضوء ضعيف. ولكن الدولة عطتكم المنطقة هذه سي جمال، يعني المفروض تكون يعني متوفرة الخدمات هذه كما الكهرباء والماء يكونوا متوفرين معناها بصفة سلسة وبسيطة معناها. صحيح صحيح كلامك، لكن المماطلة والتهاون نتاع السلطات يخلي المواطن ينفجر ويسكر الطريق بالطريقة هذه ويعبر على مقصوده باش لا فماش ما يتجاوبوا معاه. اليوم مشكور سيد معتمد القيروان الجنوبي تحول على عين المكان وجانا وعقدنا جلسة. تو مازلنا كي خرجنا من معتمدية تاع القيروان الجنوبية وقررنا مجلس في كل طلبات. شنو مخرجات الجلسة سي جمال؟ والله السيد معتمد مشكور تعهد شخصيا باش يمدنا بآخر تعهد بالإصلاح تاع طريق الرماضنية اللي هي مسلك فلاحي، وخاصة تويك في الوقت الذروة نتاع الفلاحة نتاع رقادة تاع الرماضنية، خاصة من دليع من بطيخ من قمح شعير
مزروعات زيتين كلها. هذاك الطريق رئيسي. يعني الطريق هذا هو أبرز مشاغل منطقة رقيدة قرية الرماضنية، عفوا الرماضنية عبيدة كلها تمر من غاديك من الطريق هذا. هو طريق مسلك فلاحي لكن في الحقيقة ينجم يكون طريق جهوية. قديش طوله سي جمال؟ فما زوز كيلومتر ثلاثة كيلومتر هذا يعبر كامل، وبعد يولي في الطريق المرقمة نتاع عدد اثنين. وهذا المعتمد يعني وعدكم باش يكون فما تدخل قريب يعني في لتسوية المسلك هذا؟ اي على القريب العاجل، علاش؟ على خاطر الدنيا الطقس يولي يشجع على الاشغال هذه معناها نتاع الطرقات ونتاع الروبي اللي المادة اللي يخدموا بها الطرقات. معناها وعدنا قلنا في ظرف 15 يوم مش يوقع التدخل عليه، على الاقل اصلاحه لتسهيل للعربيات المرور وفما تدخل اخرى تعهد لنا به زاد مع السياق اللي هو تقويه الضوء. وان شاء الله زاد وعدنا في ظرف جمعه يمشي توقع الدراسه فيه. وعندنا إشكالية أخرى اللي هي مدرسة رقادة، على بالكم كان سمعتوا بها، تحدثنا فيها وقع فيها إشكال كبير ياسر ونفذنا وقفات احتجاجية عليها خطر أغلقت، هي آلة للسقوط. وقع ترحيل التلامذة الكل اللي هم تويكا في اكتظاظ في معهد رقادة. به شنو تعهدت السلطات في هذا الخصوص؟ خاصة المدرسة تعهدوا اللي معناها إبرام الصفقات مع مقاولين اللي هي مش يقع ادراجها في الشهر هذا، معناها نورمالمون اخر الشهر هذا مش تقع الصفقه واسناد الاشغال للمقاول. سي جمال، التعهدات هذه ولا ما جاء في الجلسه هل هو مرضي بالنسبه لاهالي منطقه او قريه الرماضنيه، خاصه نحكيه ديما على حلول ترقيعيه هون ستنطلق الدراسه، سنقوم معناها بتسويه المسلك هذا هكا لتهيئته نسبيا، معناها كلها حلول ترقيعيه، هل هذا مرضي للاهالي؟ صحيح والله هو غير مرضي، لكن لبدايه لحل حاله المشاكل هذه كل المواطن يلقى روحه مجبور انه يرضى بالقليل اللي نجيه الكفيل. كيفاش تفاعلت معكم البلديه؟ البلديه هي المشكل العويض. المشكل البلديه هي نورمالمون جبت حل الاهالي، لكنها في الوقت الحاضر هي مشكل للاهالي. من نواحي كل، من النظافه، من التنوير، من الخدمات، خدمات ضعيفه، مش هو صحيح اللي هم معناه بلديات محدثة وموارد قليلة، لكن معناها على الأقل كما نقولوا أقل ما يمكن لازم يكون متوفر. العمل مش موجودة هي. نية العمل وال دفع المواطن انه يحلم حتى مستقبل احلى شوي وانظف شوي، بيئه انظف شوي. نحن راي بلديه رقاده على ذلك اللي هي بلديه سياحيه، معناها نورمالمون تقدم خدمات ارقى من هكا. واضح سي جمال، يبقى حق الرد مكفول لبلدية رقيدة إذا كان يحبوا يوضحوا بعض النقاط. فقط نحب نعمل إشارة لأنه تم فتح الطريق توا اللي تم غلقه في الصباح سي جمال، هكا ولا؟ واضح. نشكرك برشا سي جمال الرمضاني، ناشط في المجتمع المدني، أصيل قرية الرماضنية من معتمدية رقيدة القيروان الجنوبية، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نص النهار و 49 دقيقة على إذاعة الحيت اف ام، أنتم تسمعوا في ميدي، مازلنا مواصلين معكم نحكيو على الجدل اللي صاير توا في الزيادة في عدد من المواد، عار شملت مؤخرا أسعار الكهرباء، اليوم نحكيه على زيادة مرتقبة في أسعار مواد البناء. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل. تدسويت معنا بالتليفون السيد مهدي فخفاخ رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة. سي المهدي الفخفاخ، عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحيت اف ام.
مرحبا، بارك الله فيكم على الاستضافة وكل التشجيع للإذاعة نتاعك. شكرا جزيلا لك سي مهدي الفخفاخ، بارك الله فيك على قبول الدعوة. اليوم يعني في خضم السوق العام اللي ماشيين فيه توا حاليا، زيادة في أسعار عدد من المواد والخدمات كما الكهرباء مؤخرا، اليوم نحكيه على زيادة مرتقبة في أسعار مواد البناء، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل سي مهدي. التفاصيل موجودة وتعرفوها من السنة الفارطة، من سنة 2021 اللي صارت فيها زيادات مشطة، وهذه مش تستنزف، أنا ديما نقول اللي المقاولين والبنية هما الجيش التونسي اللي يحمل البالة والبيوش. ما احنا نحملوش السلاح وما احناش الجيش الأبيض، احنا الجيش اللي نحمل البالة والبيوش ونخدمه ونقوم الصباح ونخدمه في المطر وفي الشمس وفي الطباعي، ونشيدنا بلادنا وكنا عندنا امل مش نشيدوا البلدان المجاوره ويتقواوا المقاولين التوانسه والمهندسين تاعنا والمهندسين المعماريين والعمله وكل رؤساء الحظاير، ولات عندنا امكانيات كبيره مش نجموا نصدروا القطاع هذا. لكن للاسف استنزاف وناس ماهيش معبرتوا هالقطاع هذا اللي كان يشغل في 520 الف موطن شغل. وناكد لك اللي اليوم هالرقم هذايا طاح ل 50%، عديد المؤسسات اللي احنا استبشرنا في 2021 في اخر السنه عملنا محادثات مع وزاره الماليه وزاره التجاره وزاره التجهيز، وقروا مرسوم باش يراجعوا للمقاولين اللي هما وصلوا لحل الفساد، وصلوا للهربين، وصلوا للشيكات الذنبيه بعد هالزيادات المشطه. معنا على الاقل تلقى مراجعه الاسعار نتاع المشاريع الصغيره، خاصة صغار المقاولين اللي ما كتعرف المشاريع نتاعهم غير قابلة للمراجعة. وصارت في 2008 معناها راجعونا الأسعار، مين المقاولين توا في اندثار كام. في نفس الوقت هالزيادات هذه معناها اللي وصلت 60% في الحديد، وصارت مشاكل وضربات وفي البلور وفي الألمنيوم، خاطر ما يغركش كان الحديد. الإنسان مش يبني دار ويبني بالحديد ويبني بالسيمان واليجور وبعده عنده الألمنيوم والبلور والكابل نتاع الضوء اللي مش يعدي والدهن والشبس، كلها تزادت بطريقه واحد. المواطن مش يعمل، لكن الزيادات هذوما ما لقاوش في نفس الوقت تحمل مسؤوليه من البنوك، مش كي واحد يجي مش ياخذ قرض يعطيوها قرض ميسر، معناها في فرنسا ثم الان فرصه. احنا هوني مش ياخذ المواطن قرض تحب له 13 و14%، الباعث العقاري كيف كيف 13 و14%، مش ياخذ القرض مش يبني ومن بعد يثقل هذا يمكن 30 و40% زياده على المواطن. الاداءات على البعث العقاري تزادوا، معناها 80% من البعثين العقاريين زاد اندثروا. معناها فما العاده في جميع البلدان من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، ثم ديما تبقى هيك الرفعات، نقولوا احنا كالكريات وكالياجور وكالشي وكالشي طالع، والناس تخدم والمعامل تخدم والخدام والدهان، معناها الناس كل معناها راي شأن يخصها، حتى الخباز، حتى الموقع تلقى حيويه. هذا مشير اخرى يعني عندنا مشاريع مموله، دي اونتروزر احنا في القروان مشروع الهيبه 250 مليون دينار ليومنا هذا، تو من 2018 ليومنا هذا الدوله سرعوا الدوله في المشروع هذا اللي يجم يخلي المقاولين برشا مقاولين يجم يشاركوا فيه مشروع هذا قدر كبير يتقسم على المقاولين ويخدموا ويخدموا الشيها. هذا مشروع في قفصة، مستشفى قفصة زاد 250 هيبات من الكويت. معناها ما فهمناش احنا جانا بخصوص الهبة نتاع القيروان سي المهدي، تخص اما مشروع بالضبط الهبة نتاع الملك سلمان، مشروع نتاع المستشفى المستشفى الجامعي الملك سلمان، اي مازال في الدراسات التو التو، تعطيلات من الاداره مع مكاتب الدراسات التو، لا صار الدراسات لازمها في اجل اقصاها عام ونص باش يعملوا لي بلان ويعملوا لي زيتود وشويه بيتون. احنا قبل كنا حتى عام نجموا نخرجوا واحد تبارك الله. ديما التعطيلات ما فهمناش علاش التعطيلات هذه. به سي المهدي، يعني الترفيع في اسعار مواد البناء هذا مطلب للغرفه الوطنيه لمقاولي البناء والاشغال العامه، ولكن في المقابل احنا توا بالاسعار اللي توا المواطن ولا حلم بالنسبه لي وحلم صعب المنال، اللي اذا كان ما نقولوش مستحيل انه يملك دار، وهذا باش ينعكس على الاسعار نتاع العقارات. باش نكونوا واقعيين، الوضع توا بين بعد الكوفيد وبعد الحرب اللي صايره، كونه الانخفاض في الاسعار غير ممكن، الزيادات مش تصير.
كي عندنا احنا الاشكاليه هذه ما يلزمنا نعدلوا نشوفوا شنو اللي غالي العقار من شراء اخرى. اللي هي القروض البنكيه، اللي هي التسهيلات للمواطن مش ياخذ قرض على طرق، ولا تشجيع المواطن مش ياخذ بطريقه اخرى، مش يقع بالون، مش يقع نقولوا احنا اكيليبر. اذا كان زيدوا في الاسعار وتخلي نفس اللي تو نتاع الانتيري بونكير مش ياخذ قرض هو بيدو بل يزداد، وتزيدوا في كذا ما نعدل الكل، شكون يضرر المواطن والمواطن شكونه؟ هو بيدو البنائي والمهندس المعماري والمهندس والطبيب اللي مش كتبني له مش يلقى وين يخدم، والخباز والكذا، والدوره الاقتصاديه كامله، تو العالم كامل. تو نرجع لك سمعني، الوفد المصري اللي جاب حلينا اللي خلينا وجوهنا حمر يحكي على القاهره الجديده ويحكي على الاسكندريه الجديده، مشاريع عملاقه، قال فم كلمته كون المقاولين رقم المعاملات خرب في 15 مش في سنين. وجاونا يقول لك بعد ما نكملوا البناء في مصر ماذا بينا نجيو لتونس، مش يوليو يحبوا ماذا بينا يلوجوا مشاريع. انت اشرت في البدايه سي مهدي في بدايه كلامك اللي احنا كنا نطمحوا انه نمشيو نبنيو في بلدان اخرى يعني مجاوره. مشينا تو البلدان المجاوره، تو ربي يسهل عليهم ويتحلوا، معناها دون ذكر الواحد البلدان المجاوره ما عندناش امل باش نمشيو نخدموا فيها. يعني احنا كيما طبتنا كيما مهندسينا في الاعلاميه كيما كذا قادرين اون سيكسبورت، قادرين نخرجوا للخارج، وخرجنا للساحل العاج، خرجنا المالي، خرجنا تجارب في ليبيا كبيره، معناها عندنا القدرات مش كي اما كي انت بتستنزف القوى نتاع الجيش اللي حامل الباله والبيوش المقاولين التوانسه اولادك اللي في عوض يمشيوا ويجيبوا لك العمله الصعبه وطاقه التشغيل كلها يجبدها، خاطر اي واحد سهل باش يخدم في قطاع البناء، معناها سواء يبدا من خدام مرمى كما نقولوا احنا، حتى يتعلم يولي بني يولي يليق يولي يدهن يعدي كابل نتاع ضو، معناها الامكانيه للتشغيل سهله وحينيه، معناها كي تحل انت في القروان نقولوا مستشفى القروان حينيا يجبد لك 3-400 خدام في الحين، معناها في اليوم الاول، وبعد يجموا يطلعوا 3-4000 خدام من جهه. به سي مهدي مش دور اكيد يعني ان شاء الله يسمعونا، معناها حقيقه العالم كامل مقتنع كون لو باتيمون فال تو فا. احنا تونس مازلنا ما نعرفش مؤخرين 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 عليها. مستشفى كي تحل في القروان مستشفى جامعي كبير ياسر 250 مليون اقوى مستشفى في تونس. يا اخي ما 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 يفرحوش بها هذه القروان، اكيد هما يستنوا فيها عندهم مده. وحسب التصريحات سي المهدي فانه ستنطلق الاشغال حسب التصريحات الرسميه لهذا المستشفى تنطلق في اواخر هذا العام، موفى هذا العام، الله اعلم، هذه اخر التصريحات لانه الحقيقه المواد اللي تكون قبل اواخر هذا العام ومش بعد اواخر هذا العام. ولا خاطر المواعيد راهي اراده توانسه يجموا يعملوا العجب. هاك شفت بارك الله أنس جابر، هاك شفت الفريق القومي على 12 مليون في الاخر ترشحنا، هاك تشوف القدرات نتاعنا، معنا ناقصنا حاجه احنا التوانسه، والله التوانسه من اقوى الشعوب بالملموس، معناها في السباحه في اي ميدان في الطب فقط الإرادة تتوفر به. سي مهدي يعني فما حل أنه نتفاديو هالزيادة ببعض الإجراءات الأخرى اللي تراعي الوضعية اللي عليها توا المقاولين مثلا؟ من هذا هو معناها المطلب نتاع الجيش، عدم الخلاص. انت مقاول هو التولى خلصته وتخلق له مشاريع جديده مش يجم يدور، على الاقل ما يقفش قبل البنكه ما تفلسوش، يولي ياخذ حاجه جديده ويجم يربح فيها، وتبدا التمويلات معناها الخلاص مضمون، التمويلات الاجنبيه يعني خلاص. انا نقولوا احنا دولتنا مثلا نمر بظروف صعيبه في الوقت الحالي، معناها برنامج التنمية والمونتون اللي هو للتنمية صحيح انقص للفترة هذه، ما زلنا نناقش مع الصندوق النقد الدولي وما زلنا عندنا حاجات، عندنا أولويات كما نقولوا نشريو القمح ولا كذا ولا كذا ولا خلاص الأجور ولا أولويات على على التنمية. مي أون ميم تون عندنا آلاف المليارات، آلاف كي نقولوا آلاف، قالها مدير البنك العالمي، قال عندنا 5000 مليون دولار تمويلات لتونس ما صرفناهم. شوف معناها كيفاش، معناها الممولين يجيو يعطيوك يقول لك اعمل فلوس اصرفهم خدم بلادك. احنا تعطيلات في الدراسات، تعطيلات في الاراضي، تعطيلات تعطيلات، اما طال راهو حتى الممولين تشكاو يعطيوك فلوس باش تقعد تهزر لهم. به سي المهدي فماش تفاعل من الحكومه من الجهات المختصه مع المطالب ومشاغل الغرفه الوطنيه لمقاولي البناء والاشغال العامه؟
والله التفاعل المرسوم حاضر، تفاعلنا عليه من ديسمبر 2021 حاضر المرسوم، يزمو يتعدى على المجلس الوزاري ويقع الأخذ القرار فيه، مش يراجعوا الأسوام للمقاولين، مش حتى البنوك تخف عليهم، مش ما يضعفوش، مش يقعد الجيش متاعك الحامل بالوبيوش نعودها قادر مش يخدم في تونس ولا يخرج لك للبلدان الشقيقة. هاي بقدرة ربي بدأت المشاريع في الشقيقة ليبيا مفاضبة المقاولين كمان، المقاول تونسي في تونس يبدأ فالس في تونس، ما عادش يجم عنده حتى الفلوس مش تنقل لليبيا، مش يجم يشارك، قدر يزم ضمان بنكي، مش تشارك انت في دولة مجاورة، يزمك ضمان بنكي. لكن انت استنزفت كل قواك في بلادك وفالس في بلادك، شكون مش يعطيك مشاريع في الدول المجاورة؟ المشاريع الدول المجاورة يعطيو كان الشركات قوية بنكيا وعندها الخبرة، احنا الخبرة عندنا الحمد لله، اما كي تبدا ضعيف بنكيا حتى الضمان اللي مش يعطيك التبقى كذا ما عادش يعطيك. به في حال التفاعل ويعني تمرير هالمرسوم هذا في مجلس وزاري والتفاعل عموما مع المطالب نتاع الغرفة الوطنية، اسكو باش يتم يعني تراجع عن فكرة الترفيع في اسعار مواد البناء سلماتي؟ ترفيع في مواد البناء نقول لك راه صعيب ياسر، مش يقع تخفيف في مواد البناء خاطر ديجا مربوطين بالماتير بريمير، نقول المواد الأولية اللي هي الوردة، بالطاقة اللي هو البترول الزيت وهيك علاش الزيت الضوء وكذا كله يأثر كي هذا، نقوله بارامتر فيكس، نقوله معناها إجراء ما فيهوش معناها هكا ولا هكا مش يكون فما ترفيع في أسعار المواد البناء. أي ترفيع مواد البناء لا 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 هروب منها، لا هروب. والنسبة تقريبا فما نسب مدروسة سي مهدي، اي فما نسب مدروسه في زياده في المواد هذيا؟ شنو هما المواد اللي باش تزيد؟ كان عندك فكره تنجم تعطيني؟ المواد كل اختي، المواد كل باللور، كل ما فيه يتعلق بالطاقه بالالكتريسيتي بالغاز حديد البناء الكل كل ماشي يزيد، كل ماشي يزيد، وما نجمو نعملوا حتى شيء في الزياده هذا الا نلقاو اجراءات اخرى، مش باعثين العقارين يرجعوا يشتغلوا، والمواطن يجم يرجع ياخذ كريدي بتو 1% راهو في فرنسا 1%، علاش في تونس كي ياخذ كريدي يزم 15%؟ يولي لا ياخذ هو دار ولا يبني الباعث العقاري ولا كذا ولا نحدوا اسباب، نجموا نحدوا اسباب للعقارات، نقولوا راهو مواد البناء هكا، راهو هامش الربح هكا، راهو مش نعملوا تسهيلات اداءات، تسهيلات ما عادش نفرضوا على الباعثين العقاريين ما عادش يستوردوا حتى حاجه من برا، معناها يستعملوا المواد التونسية، واحنا المواد التونسية نصدروا فيها، دونك يفرضوا عليهم يستعملوا كان المواد التونسية كذا. وقتاش الزيادات هذيا باش تصير سي المهدي؟ فما موعد واضح؟ والله هذو ما يلزم نشوفوا رئيس غرفة مواد البناء تنجموا تتصلوا به، اللي هو على اتصال بوزارة التجارة، معناها يخدموا بعضهم. هذا ما نعرفش، ما عندي حتى فكرة. هو ما بعد ما تزيد البترول تشوف انت ترانسبور كيفاش يتزاد، يتزاد التريسيتي كل شيء يتزاد، معناها احنا حتى كيفاش نشريو دار قاموا كيفاش باش نقصوا لمبوبات حتى الضوء زاد 15%، سامحني جبت على فهمت للفكاهة وكا، معناها 15% أو حاجة كبيرة حتى على المواطن. واضح سي المهدي، مشكور جدا على تدخلك معنا. سي المهدي فخفاخ رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا. بعد شوية في الانترفيو دي جوغ نرجع على المستجدات السياسية على الساحة التونسية. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي الحياة فهم، انتم تسمعوا في غيكاب ميدي معايا سي حمدي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمدي، اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بمستمعين مستمعات ومتابعي إذاعة الحياة فهم. شكرا لك، وبداية أسبوع موفقة لك كما الناس الكل يا ربي. وقيت نحكي على آخر المستجدات السياسية، الاحتجاجات اللي صايرة البارح في تونس رفضا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، باش نكونوا في قراءة لهذه الاحتجاجات مع الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجوشي تود سويت في الانترفيو دي جوغ. انترفيو دي جوغ سي صلاح الدين الجوشي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم استاذ. مرحبا، يعيشك، شكرا لك على قبول الدعوه. سي سلاح الدين، نحكيوا على اخر المستجدات الاحتجاجات اللي صارت البارح في شارع الحبيب بورقيبه في تونس العاصمه، واللي تقريبا من حيث العدد كان مرتفع على المرات السابقه، يبقى العدد من عرشته. وتقدم لنا قراءتك ليه سي سلاح الدين الجورشي، ولكن فما حاجه تغيرت اللي خليت يعني الاحتجاج هذاك يكون بذلك الشكل وبذلك رقم؟ شوف، يعني الحدث اللي وقع بالاحتجاجات هذه هو أنها قبلها وقعت احتجاجات سابقة وكان الحضور معناها محتشم، ومما جعل البعض وخاصة الرافدين لأسلوب الاحتجاج والرافدين للمحتجين اللي تجمعوا يوم الأحد يظنوا بأن العملية الاحتجاجية قاعدة تتراجع وقاعدة تتلاشى وأن لم يعد لها أي قيمة. فجاء تجمع التظاهرات اللي وقعت يوم الأحد، فعادت أولا لفترة الاحتجاج، عادت لها نوع من الوهج، ثم ثانيا جعلت الشارع معبأ بشكل لافت للنظر. تبقى دائما تقع اختلافات في الأرقام، يعني الأرقام اللي أعطوها المحتجين كانت عالية جدا، ويتحدثوا عن 30,000 و40,000 غير صحيح وغير ممكن، ولكن جت أيضا أرقام وزارة الداخلية في حدود الألف، في حدود، لكن في الحقيقة يبدو بأن أقرب تقييم وقع هو اللي يتحدث عن ما بين 5,000 إلى 6,000 متظاهر يوم الأحد. طيب، اللي خرجوا في المسيرة البارح ولا في الوقفة الاحتجاجية البارح كانوا رافضين لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، كانت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، كانت جبهة الخلاص الوطني، ولكن نلقاو يعني في المعارضة شق آخر اللي هو أيضا رفض لقرارات الرئيس ولا توجهات الرئيس وهذا المسار كامل. فهل تنجح جبهة الخلاص سي سلاح الدين إنها تجمع المعارضة أو توحد المعارضة في المطالب نتاعهم اللي هي تقريبا نفس التوجهات لهذه المطالب؟ هو هذا هو التحدي، التحدي اللي تواجهه المعارضة بمختلف شقوقها هو كيف يمكنها أن تتجاوز خلافاتها وأن تعيد عملية توحيد جهودها من أجل مطلب واحد. وفي الحقيقة لأن هذه المعارضة تواجه الرئيس قيس سعيد وتواجه المسار اللي دخلت فيه مسار 25 جويلية، وتواجه بخصوص معناها التدهور اللي قاعد يسجل على مستوى الحرية. وبالتالي هل تتمكن هذه الأطراف المعارضة أنها تتجاوز خلافاتها وتبني هذه الجبهة الواسعة؟ وهذا التحدي. لكن ما يجب التنصيص عليه أو الإشارة إليه في هذا السياق هو أنه ما نلاحظه هو أن إجراءات السلطة والإجراءات المتكررة والمتراكمة التي يتخذها الرئيس قيس سعيد هي اللي الآن قاعدة توسع في دائرة المخالفين له، وقاعدة توحي بأن سياسته قاعدة تلقى معارضة تزداد تصاعدا في المرحلة القادمة. صحيح هي معارضة مشتتة، ولكنها في نهاية الأمر تبقى يمكن أن تكون مؤثرة في المرحلة القادمة. سي سلاح الدين، مرحبا بك. لاحظنا في الفترة الأخيرة كما سيادتك قلت أنه ازدياد الرافضين، في نفس السياق تراس أنه ثم ازدياد الناس اللي ما لقاوش مصلحة مع قيس سعيد كذلك مشاو في مسار الرفض. هو شوف، الرئيس قيس سعيد مع فرص للأطراف اللي أول تسانده فلا يتحاور معها، والأطراف التي تختلف معها لا يحاول أنه يقرب جزء منها على الأقل لصالحه ويفتح معها نوع من الخط لكي لا تتسع رقعة المعارضة. وبالتالي ما يمكن أن يفهم الآن وكأن الرئيس رافض كل صياغة التعامل مع الجميع، لا يريد أن يستشير ولا يريد أنه يصبح هو محور الحياة السياسية من خلال توسيع قاعدته السياسية، ولذلك تعطي دائما نتائج القرارات التي يتخذها تعطي دائما نتائج عكسية. الآن ما هو مهم في السياق الحالي ليس فقط ما حدث يوم الأحد، ولكن التصريحات لناس كانوا من أشد الأنصار معناها للرئيس قيس سعيد
الآن يصدر في تصريحات ناقدة لهذا المسار وناقدة لقيس سعيد، وبالتالي يبدو بأن هذه ستعطي في نتائج معناها مناقضة تماما للأهداف السياسية التي يفترض بأنها يقع الاعتماد عليها في المرحلة الحالية من قبل الرئيس. به سي صلاح الدين الجورشي، تابعنا تصريحات اللي كانوا حاضرين واللي قودوا فيها الحركة هذية في شارع الحبيب بورقيبة البارح، من بينهم الأستاذ جوهر بن مبارك اللي حكيها على مفاجأة في الأيام القادمة. حسب قراءتك شنو تنجم تكون هذه المفاجأة؟ هل هناك خطوات ولا قرارات باش يتم الإعلان عليهم؟ هل هناك يعني نجموا ينضموا جزء من المعارضة المشتة إلى يعني هالتحركات هذه، وإلا شنو تنجم تكون بالضبط؟ الحقيقة شخصيا ما عنديش معلومة دقيقة حول طبيعة هذه المفاجأة اللي تحدث عليها سي جوهر مبارك، ولكن اللي نعرفه هو أن هناك اتصالات مكثفة وتكثفت في الفترة الأخيرة بين مختلف أطراف المعارضة، وبالتالي هناك احتمال ربما تقريب وجهات النظر، أو أكثر ربما أكثر دقة نقول أن ربما يقع تقاطعات بين هذه الأطراف حول مبادرات مش بالضرورة تكون التحاق بالجبهة، وإنما تأخذ مبادرات أخرى تتعلق بالحريات الأساسية بشكل أساسي. والآن يجري الحديث أنه ذيك ثم ندوة صحفية مهمة مدعومة، هذه الندوة الصحفية من أطراف متعددة، لعلها تكون هي إحدى تعبيرات هذا التقارب اللي قاعد يحصل بين مختلف الأطراف. سي صلاح الدين، في المقابل لاحظنا البارح أنه ثم شوية تراشق بالكلام ما بين مجموعتين، يعني ضمن المجموعات الموجودة، بقطع النظر عن المجموعة الثالثة اللي هي مساندة ل 25 جويلية واللي التحقت بعدين. سؤالي أنه في الفترة الأخيرة تكثفت اللقاءات ما بين بعض الشخصيات السياسية، أذكر بالذكر الشابي، نفس الشيء بالنسبة للرئيس حزب الصوت، قلت لك أذكر مثال سنجيب الشابي التقى بسفير ألمانيا، نفس الشيء الشواشي كذلك. يعني اللقاءات هذه زعما هل تدعم هذا الحراك وتجعل أنه عنده أكثر ثقة في نفسه ربما يتحرك بأكثر راحة؟ هو الحقيقة ربما هذه الأمثلة اللي تفضلت بها هي تؤشر على حاجة مهمة من حيث التحليل السياسي، أنه السفراء الدول الأجانب اللي مهتمين بتونس واللي عندهم علاقات قديمة بتونس كما ألمانيا كما فرنسا بريطانيا كذلك بريطانيا أمريكا، هي قاعدة تراقب بشكل دقيق في الساحة التونسية، وظهور أو عودة حياة نشيطة على مستوى ردود فعل المعارضة يهمها باش تنجم تعرفها عن قرب، تحب تفهم شنية مكوناتها، تحب تفهم شنية أحداث، تحب خاصة تعرف مدى قدرتها على تعديل موازين القوى. ولذلك هؤلاء السفراء قاموا بهذه السفرات لتحقيق هدفين: الهدف الأول أنهم همش مستعدين ينضبطوا للتصريحات اللي يقول فيها الرئيس قيس سعيد اللي حاول يعلن المعارضة عن ممكن دعمها من قبل أطراف دولية أو من قبل ما يسمى بالخارج، وبالتالي هم وكأنهم يعتبرون أن هذه التصريحات حقيقة ما عندهاش قيمة على مستوى دورهما كسفراء وكدول صديقة إلى تونس. ولكن الأمر الثاني هو يحب يقولوا بأنه يمكن في مرحلة قادمة يدعمون ولو سياسيا معناها أي محاولة لبناء ميزان قوى جديد أو لإعادة التوازن الحياة السياسية حتى لا ينفرد النظام ولا ينفرد الرئيس قيس سعيد بكل الحياة السياسية وبكل القرارات التي يمكن أن تتخذ في مرحلة القادمة. به سي صلاح الدين، هالتصريحات الكل، احتجاجات المعارضة اليوم نسمع زادة في تصريحات لعدة متابعين وإلا سواء من منظمة أي ووتش، نلقاو زادة أعضاء سابقين في هيئة الانتخابات يقول لك أنه البلاد مش جاهزة اليوم لا لاستفتاء ولا لانتخابات ولا رئيس الجمهورية جاهز لهذا ولا شيء. هل يهدد كل هذه التصريحات والتحركات المسار الانتخابي اللي انطلق فيه رئيس الجمهورية واللي هو يشدد عليه ويركز عليه ويهتم به جدا جدا؟ يعني صحيح هو الرئيس يهتم جدا بهذا المسار ويريد أنه يدفعه في اتجاه معين، لكن في نفس الوقت هذا المسار الذي يريد يعني باهت وفاقد الآليات الواضحة
وما فيش منها نوع من الحرف. يعني الان نعطيك انا مثال، يعني الان هو نصب هذه الهيئه اللي بتشرف على العمليات الانتخابات، الهيئه العليا للانتخابات، هو نصبها، ولكن لاحظنا انه طالبوه باش يقع تمكينهم من ادوات العمل، زالوا قاعدين يطالبوا الى حد الان. قالوا له راهو مش ممكن القول بانه الانتخابات السابقه مزوره، لانه يعني جزء منهم شارك في عمليه المراقبه في المرحله السابقه. قالوا له هذه الانتخابات تمت بشكل ديمقراطي ونزيه. الان يحكي له، قالوا ما نجموش ندخل الان في اللعبه او في العمليه من غير ما نصحوا القائمات ومن غير ما نسجلوا الناخبين الجدد وكذا، بحيث هذه هيئه هو يعتمد عليها وجابها ونصرها وعمل كل شيء، لكن ما عطاهاش الاليات، ما عطاهاش الميزانيه، ما حددش التصورات، ما سماش قانون انتخابي. ولكن تم الاعلان على الروزنامه سي صلاح الدين، معناه الروزنامه قد شكون قد رفعها هما، اي الهيئه. الروزنامه تحتاج الى اليات وتحتاج معناها الى ميزانيه وتحتاج بالخصوص الى انه يقع تحديد الوجهه بشكل كبير. فحبيت هذا اعطيته انا كمثال باش نقول بانه تم تسرع في اتخاذ القرار، ثم تم فتره زمنيه ولا توجيزه جدا ضيق الوقت، نعم 25 جويش بالذات شبقى فيه، وبالتالي ما ثماش تعبئه تشوفها واضحه. ثم حتى الاطراف السياسيه كلها تقريبا معظمها قاعده تقول كيفاش باش تشارك في الانتخابات، كيفاش باش تعبئ ماذا، ثم وين هالدستور، وين هاللجنه اللي حكايه وقاعده تسيف. يعني في الحقيقه كل ما تقدم شويه تلقى نفسك امام فراغات. هذه الفراغات ما دام ما عبهاش الرئيس باش تولي خارطه واضحه، فان ذلك سيؤدي الى نوع من الارتباك ونوع من التساؤلات والحيره حتى للهيئات اللي هو يعتمد عليها في تنفيذ هذه الاجنده. والحقيقه سي صلاح الدين الجورشي، يعني احنا حابين ناخذ نوجه اسئلتنا لاعضاء هيئه الانتخابات، الرئيس او اي احد من الاعضاء، ولكن في الحقيقه من اليوم اللي تمت التسمية فما صعوبات كبيرة في تنسيق مواعيد معهم. أنا نتمنى أنه ما يكونش هذا في سياق معناه كيما العمل الحكومي اللي هو بعيد على الصحافة، معناها ما فماش وضوح، والصحفي من حقه أنه يطرح الأسئلة، من حقي أني نسأل على المدة متاع التسجيل، على الروزنامة، على التفاصيل الكل، وقتاش باش يتم التحسيس، والاستفتاء هذا نعرفوها على شنو إلى غير ذلك. ولكن الحقيقة فما صعوبات كبيرة في تنسيق لقاءات صحفية مع أعضاء هيئة الانتخابات. إن شاء الله تكون فقط ظرفية، على خاطر هما مازالوا كيف بدأوا معناها ينستليوا في رواحهم وكل شيء، لا في انتظار حسب المعطيات، معناها اللي معناها تصريحاتهم يقول لك في انتظار تعيين ناطق رسمي هو اللي باش يتولى معناها التواصل مع الإعلام. إن شاء الله على كل حال يكون معناها هذايا مش نفس التوجه نتاع العمل الحكومي، تكون هيئة الانتخابات نتواصلوا. نأيدكم كإذاعة الحياة، نأيدكم في هذا في هذه الدعوة، في هذا الإلحاح، وفي هذا الحق أيضا. أنتم كمؤسسة إعلامية لازم الأطراف المسؤولة في رسمية أو غير رسمية، أي مهما كان موقعها، لابد أن تكون معناها مستعدة باش تتفاعل مع أسئلة الصحفيين. لكن أنا يبدو لي بالإضافة للعوامل اللي قلتوها أنتم، قلتها الآن أنت، ثم معناها عامل مهم هو أنه كثير منهم مش فاهم بالضبط واش باش يصير. ما ثماش إنسان مليان، معناها مليان معناها يعرف التفاصيل الكل، ويعرف التفاصيل ويعرف باش يقع وشنو اللي مش باش يقع. وهذاك علاش خلق من حلق، ثم حاله ارتباك موجوده قاعده تدور في الطبقه السياسيه بما فيها الناس اللي يتحملوا مسؤوليات نتاع هيئات او حتى في وزارات. فهذاك علاش الصحفيين لازم نوسعوا بالنا باش نجموا نوصلوا الى ان شاء الله. سي صلاح الدين، نسالك على رفض رئيس الجمهوريه لاستقبال مراقبين للعملية الانتخابية، قال احنا دولة ذات سيادة علاش يجيو، ولكن تابعنا في الانتخابات اللي فاتت ان فما مراقبين اوروبيين دوليين من كل البلدان يجيو ويحضروا، هذا يضيف معناها على نزاهة الانتخابات وعلى الاقرار بالنتائج نتاعها، ما هيش بدعة. يعني لماذا يرفض رئيس الجمهورية يعني قدوم المراقبين الدوليين، وهل هذا يمس من السيادة؟ اذا كان هما جاوا من قبل ويمسوا بالسيادة، معناها كيفاش نجموا؟ وهذه الحقيقه من الاشياء الغريبه اللي واحد انا سمعناها في الفتره الاخيره، واللي انا واحد من الناس تسالت عليها من طرف على مؤسسات اعلاميه دوليه، يقولوا اخي شنو اللي وقع عندكم؟ مش حليتوها المشكله؟ لان يعني تحس مثل الموضوع هذا نتاع المراقبين والملاحظين تحس من بدايه الثوره، من اول انتخابات وقعت، حيث وقع التمييز بين المراقب والملاحظ،
وتمت العمليه بشكل سلس. ولعل اهم الانتخابات اللي استفاد منها شخصين رئيس الجمهوريه السي قيس سعيد هو الانتخابات الرئاسيه الاخيره نتاع 2019 واللي كانوا ناس معناها موجودين من اطراف متعدده وجنسيات متعدده عربيه ودوليه والمانيه والى اخره وكانت لصالحه ولصالح نزاهه الانتخابيه العمليه الانتخابيه في تونس. الان يرفضها اولا ستقع معارضته بشكل كبير ثم الرفض من قبله بهذه الطريقه سيكثف التساؤلات والشبهات ربما ما تحدثش لا يحصل نوع من من التزوير لانه ما نتصورش الرئيس معناه يفكر في التزوير لكن هذا باش يكون مدخل للتاكيد على انه في نهايه الامر الجمهوري لم يقبل في ملاحظات نتاع ناس من خارج مراقبين او ملاحظين دوليين كيفاش باش يقبلها من 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 الداخل فبالتالي هذا التصريح اساء كثيرا لصوره تونس الديمقراطيه وهو معمول به سي صلاح الدين يظهر لي ملاحظين ومراقبين في الانتخابات الكل يظهر لي في العالم الكل في كل بقعه في العالم في كل بقعه في العالم ديما ديما حتى البلدان اللي هي قبل كانوا معناها كان بن علي يعمل انتخابات معناها مزوره نتاع تجمع وكذا لكن مع ذلك يجيو ناس يجيو من الاتحاد الافريقي يجيو من الجامعه الدول العربيه وتجي في كثير من المناسبات جات العديد من الهيئات المستقله والهامه على الصعيد معناها مثلا كارتر كان المؤسسه نتاعو كانت تجي وتحضر وتعمل تقارير فالحقيقه هذه المشكله نتاع العقده من الخارج وادخالنا في حرب مع الخارج واعتبار الخارج دائما يمثل عنصر شر وعنصر تهديد هذه فكره موروثه عندنا من عشرات السنين بل اكثر من حتى قرون ومع ذلك ما زالت تخوفنا لكن كي عندي انا احترامي للقانون وعندي قانون انتخابي وعندي معنا هيئات محليه تشرف بشكل جيد وعندي احزاب وعندي مجتمع مدني شنو باش يخلق يجي هذه المنظمه باش تعمل مراقبه وتشوف هل ترى تمت الامور بشكل معنا شفاف ام لا. انا في تقديري موقف لم يكن في محلي واضح. بالنسبه لزياره وزير الداخليه البارح للفرق الامنيه سي صلاح الدين كنا علقنا عليها الجمعه اللي فات في المسيره نتاع 8 ماي البارح زاد يعني هبط للوحدات الامنيه واوصاهم بمعامله حسنه للصحفيين وكل شيء والقيام بدورهم وهذا يظل خفف من وطاه النقد والانتقاد اللي توجهت للوزير في الاسبوع اللي فات هكا ولا الحقيقه نحب نحيي معنا سيد وزير الداخليه والتوجه هذايا لإصلاح العلاقة ولتوضيح الرؤية لأنه هذا راه ينفع الجميع ويعطي صورة إيجابية عن تونس وعن وزارة الداخلية لأنه وقت اللي يودي الأمنيين معناها يعرف ثم صحفيين والصحفي عنده مجال نتاع حرية نتاع عمل وما يقعش استدام معه وكذلك تدور الأمور بشكل شفاف فهذا بطبيعة الحال يدعم ويخلق معناها مناخ إيجابي لذلك نعتبر الملاحظة اللي تفضلت بها ملاحظة في محلها لابد من تشجيعها ودعمها. واضح. نشكرك برشا سي صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي على تدخلك معنا يعطيك الصحه على هذه القراءه لاخر المستجدات في تونس. احنا بعد شويه باش نحكيو على الانتخابات اللبنانيه قراءه في نسب المشاركه وفي انتظارات اللبنانيين من هذه الانتخابات. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ماضي ساعة 41 دقيقة على إذاعة الحياة فهم مازلتوا تسمعوا في غيكاب ميدي تود سويت ديفير نيوز ديفير نيوز في ديفير نيوز لليوم باش تكون عندنا قراءة للانتخابات النيابية في لبنان وانتظارات اللبنانيين من هذه الانتخابات. إذا كانش معنا بالتليفون الدكتور رائد المصري أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور رائد المصري أهلا وسهلا مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نبدأ معك دكتور رائد المصري، أولا بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات كيف تقرأها؟ تقريبا 41% نسبة اللبنانيين اللي شاركوا في هذه الانتخابات، هل هي نسبة يعني تؤكد أنه اللبنانيين اليوم يهتموا بهذه الانتخابات ويعولوا على أنها تغير أو قد تغير من الواقع الذي يعيشه لبنان؟ تمام، تحية لك ولكل المستمعين. وبطبيعة الحال السؤال كثير مهم لأنه هذا بيتطلب إيجابي وتفصيل في الشرع، لأنه القانون الانتخابي
هو نسبي لكن وصف الصوت التفضيلي المذهبي او الطائفي، وصف الصوت التفضيلي، وهذا يتطلب اعاده تدوير، يعني حتى على مستوى المشاركه من عددها او نسبه المشاركه التي بلغت 41.5% غير الانتخابات عام 2018 اللي تجاوزت ال 50. هذا له ايضا مؤشرات سياسيه، يعني حتى الاحجام الى هذا المستوى من التصويت هو تعبير سياسي للقوى السياسيه في لبنان وللشعب اللبناني. يعني بمعنى ان بهذا التصويت 41.5% الشعب اللبناني لم يرد ان يصوت بكثافه، لانه يعرف ان اعطاء الاصوات بكثافه سيعلي الحاصل امام قوى التغيير، وبالتالي سيمنع قوى التغيير من ان تدخل الندوه البرلمانيه. واضح الفكره؟ فلذلك قوى التغيير امام قوى التغيير امام السلطه وامام ماكينتها الاعلاميه والماليه لا تستطيع ان تواجهها بحاصل بالاصوات نسبته عاليه. يعني بمعنى ان اللائحه اذا اللائحه للسلطه اذا تم التصويت لها ب 200,000 صوت، يعني الحاصل الانتخابي الذي يجب ان تحصل عليه القوى التغييريه هو 20,000 لحتى تقدر تخرج. فلذلك الشعب اللبناني وبكل اطيافه او بكل طوائفه، كان على المستوى الكردي وكان على المستوى السني وكان على المستوى المسيحي وكان على المستوى الشيعي، لم يعطي اصوات بكثافه حتى لا يعلي الحاصل الانتخابي، وبالتالي يكون السماح لقوى الثوره قادره ان تدخل وتحصل خروقات، وهي ما حصل بالفعل على كافه الاراضي اللبنانيه وكافه الجغرافيا اللبنانيه. بحد ذاته هو وعي ثوري ووعي تغييري من قبل كل الشعب اللبناني. يعني بكل بساطة المشاركة تراجعت، وهذا كان قرار من الناخبين في حد أنفسهم من أجل قطع الطريق أمام النخب السياسية اللي هي متواجدة يعني في البلاد القديمة. فوالا، وهذا يعكس بين ظفرين دكتور رائد، وكأنها نقمة على النخب السياسية القديمة من أجل فسح المجال لنخب جديدة لتتقلد البرلمان في لبنان. تمام. يعني اللي بدي اقوله انا انه حتى يعني هذا جزء اساسي، يعني الشعب اللبناني رد على السلطه السياسيه باسلوب غير مباشر باننا لن نقبل بعد بهذا التسلط وبهذه القوى والزعامات التي خربت البلد واسسته واصبحت احدثت هذه الانهيارات، لكن الشعب اللبناني اثبت انه قادر من خلال الوسائل التغييريه ان كان بالتصويت الكثير كما حصل في المناطق المسيحيه مثلا لضرب قوى التمثيل الانتخابيه، او من خلال تخفيف الوعد السني الشيعي بالتصويت للسماح ايضا للقوى التغيير في الوصول. يعني بكل الاحوال حتى على مستوى يعني لحتى ابسطها اكثر سيدتي الكريمه، مثلا الطائفه الشيعيه التي هي في مجملها 90% منها هو يعني يوالون السيد نصر الله ويوالون نبيه ذري الثنائي او قيادات الثنائي الشيعي، ورغم التحشيد القوي بضروره الانتخاب والتكثيف، هناك قسم اساسي من الطائفه الشيعيه الكريمه انتخب الثنائي الشيعي، لكن قسم اساسي ايضا لم ينتخب ولم يرد ان يصوت في الصندوق ضد المقاومه على اعتبارات معنويه باعتبار، لكن عدا الاحجام هذا هو الذي احدث هذه الخروقات. يعني ايضا اعطى رساله للثنائي الشيعي باننا نحن مع الصحيح، لكن كل هذه الصفقات التي اخذتموها في لوائحكم لم نصوت لها، وهي ايضا رساله سياسيه للقيادات الثنائي الشيعي، وايضا رساله سياسيه على المستوى المسيحي الذي صوت بكثافه في الجبل وفي غزه وفي صيدا وجنزين وبحري، كلها لها معاني سياسيه بان الشعب اللبناني قادر ان يحدث هذا التغيير. هلا بيقول لي التغيير او عدد النواب هو غير تغيير صحيح، لكن انا امام لوحه برلمانيه مختلفه تماما بعيده عن التكتلات الطائفيه والمذهبيه، وبالتالي يمكن ان تسيطر عليها في المستقبل، لا لناحيه انتخاب رئيس مجلس النواب، ولا لناحيه التوافقات في مشاريع القوانين للانتخاب، ولا لناحيه انتخاب رئيس الجمهوريه. فاذا هناك كتله جامده صلبه، يمكن تقولي لي اليوم نحن دخلنا امام البلوكات، ايه نعم دخلنا امام البلوكات. يمكن تقولي ان هناك استعصاء على عمليه تشكيل حكومه، صحيح هذا هو الحراك السياسي المطلوب الذي افردته هذه الانتخابات باراده الشعب اللبناني، وان كانت توقعاته سلبيه على المدى القصير، لكن على المدى الطويل
سيغير أو سيعيد بناء لبنان الحقيقي. طبعا حاليا تتواصل عملية الفرز في مراكز الاقتراع في لبنان، هل تعتقد دكتور رائد المصري أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، هل تعتقد وأن النخبة السياسية القديمة ستترك جانبا وستنجح نخبة جديدة، أم أنه لا يعني العكس، وفي حال نجاح الجدد في الدخول إلى البرلمان اللبناني هل سيكون لهم مجال وقدرة على تغيير الواقع اللبناني، هل يمتلكون الخبرة الكافية لتغيير لبنان نحو الأفضل؟ صحيح، لانه راح اقول لك امرين. الامر الاول انه بالسياسي اعتاد اللبنانيون على المشاهد الطائفيه والاقطاع السياسي والثلاثات اللي في الحكم. ان احنا سيدتي بلبنان التقيم والاقطاع السياسي هو اقوى من الدوله المدنيه الحديثه، ليس لانه ثبت بوجودي على وجود الدوله. يعني الدوله اللبنانيه نشات في الدوله الحديثه، مفهوم الدوله الحديثه عام 1923، بينما الوجود الطائفي وتكريسه هو عام 1860 أيام الحكم الإسلامي، فلذلك يعتبرون أن الشخصية المذهبية والطائفية والتسلط الطائفي هو أقرب من الدولة، وبالتالي الشخص الذي لا يحتكم إلى القانون بالدولة الحديثة يذهب ويحتكم بالطائفة والمذهب وقادر على التحميل، هذا هي ببساطة ضرب القانون وضعف القوى الأمنية والمؤسسات. هذا من ناحية، من ناحية أخرى على مستوى الوراثة السياسية، ونحن لدينا أقطاع سياسي أيضا، هذا الأقطاع السياسي يقوم بوضع الشخص غير المناسب في كل إدارات الدولة وأجهزتها، وهو الذي أفقرها وهو الذي أوصل بها إلى هذا الدرك الأسفل من المستوى من الأداء على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والخارجية والداخلية وغير ذلك. هذا الإقطاع السياسي بدلالاته بدأنا نشهد طفوله، يعني بمعنى أن وليد جبلاط رمز للإقطاع السياسي، أنا أتحدث عنه بواقعية وتوصيف لا لا لا, لا أتهجم يعني بالمناسبة. حقق حدته. اليوم نبيه دري تعرض للخلوقات، اليوم طلال الإسلام أحيد أو أزيها عن المشهد بشكل كامل، وهو يعني من الإقطاع السياسي اللي عمره 400 سنة 500 سنة في لبنان. فلذلك نحن أيضا في على مستوى بيت كاف الإسكاف في منطقة زحلي، وأيضا محاولة جبران فتيل تكريسه من إقطاع سياسي خاص به وبعائلته وببيته وبالعهد طبعا، هذا كله أيضا تفكك وتفسخ في هذه الانتخابات. لا، نحن فعلا قادرون على بناء لبنان التغييري، فصلت هذه التابوهات المذهبية والطائفية التي كانوا يريدون احتكار التمثيل السياسي بها، يعني أول ما فصل داخل الطائفة السنية، يعني بمعنى عندما أحجم الرئيس سعد الحريري وهو موضوع سأرسله إلى الوكالات الدولية، يعني لازلت أكتبه أمام اليوم، بمجرد أحجام الرئيس سعد الحريري عن خوض الانتخابات، معنى ذلك أن هناك تشرد في الطائفة السنية وتعددية لمواقع القرار السياسي، وهذا دليل حيوي. كما في الطائفة المسيحية هناك أربع أو خمس قوى في الطائفة المسيحية، أين هي المشكلة؟ وأنت عدد القوى، فإذا احتكار التمثيل داخل أي طائفة هو الذي يضعف البلد، بينما إحجار الرئيس الحريري شو عمل؟ كثر التابو المذهبي والطائفي داخل الطائفة السنية، وبالتالي جعل لكل مسموح أن يدخل إلى الساحة السياسية وإلى الحلبة وأن يبرز دوره ويثبت ثقله وحضوره، وهو اليوم ما حصل في بيروت من نتائج، ما حصل في بقاع غزة من نتائج، ما حصل في الشمال من نتائج وفي كل الأقضية، وهي نتائج جيدة، وبالتالي أخذ كل شخص نصيبه وما يستحق وما له من شعبية وأرضية. أما بقية الطوائف التي كانت تحتكر التمثيل السياسي كالدروز مثلا، اليوم بدأنا نشهد تفسخا في هذا التابو. بقي عند الثنائي الشيعي الذي اليوم تحت عنوان المقاومة لن يسمح بأي كسر للتابو، بس أظهر الناخب الشيعي أيضا ذكاءه ووعيه بأنه أعزم عن الانتخاب في بعض المناطق وسمح بحصول بعض الخروقات، وأعطى لفرق القيادات أننا لن نستمر في هذا في هذه المشهدية، لابد من أن يكون هناك تغيير وكسر لهذا التابو المذهبي والطائفي باحتكار التمثيل السياسي كما كل بقية الطوائف والمذاهب في لبنان. دكتور رائد مرحبا بك. مرحبا بكم. لاحظنا من خلال بعض النتائج الواردة يعني من حين إلى آخر أنه وجود قائمات اللي هي تحصلت على عدد 15 أو 20 نائب في البرلمان،
بترأس أنه لا. عدم وجود أغلبية يجعل من تكوين حكومة في الفترة القادمة أمر ليس هين، مما سيخلي يترك المجال مفتوح فترة طويلة، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد، خاصة نعرف لبنان تمر بمشاكل مثل بقية الدول. أو حتى الانتخابات المقرب. نعم. هل كانت تشكل حكومة سريعا؟ أم أن هناك كان استرضاء لقوى الطوائف؟ يعني بمعنى أنه عندما أتى رئيس الجمهورية ميشيل عون بقيت الدولة والحكومة بدون رئيس جمهورية وبدون حكومة سنتين ونص. وبقيت أيام سعد الحريري 9 أشهر وأيام تمام السلام 2 ونص. دائما كل لبنان بقي في فراغات عفوا على المستوى الدستوري وعلى المستوى الحكومي. ما الذي تغير؟ فإذا نحن اليوم لا، بالعكس تماما سيد المات، فالضل قضية هو جد مهم أنه بكسر هذه الطبعات وهذه التعددية داخل مجلس النواب صارت استطاعة القوى التي كانت معينة كحزب الله وحركة أمل وإسلام وجبران باشير صاروا مضطرين أن يتنازلوا ويقطعوا لهذه القوى ويقولوا نحن نزلنا عن الشجرة، تفضلوا لنبني لبنان نحن وإياكم. وبالتالي كسرت موضوع الاحتكار او موضوع التوافق السياسي، وانا في حلقه على اذاعتكم الكريمه منذ فتره قلت ان المشكله الحقيقيه والمرض الحقيقي في لبنان هو نظام التوافق القائم في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، بمعنى انه اي طائفه او اي تمثيل طائفه في مجلس الوزراء لا يرفع عن اي مشروع لا يمرر مهما كانت صغر هذه الطائفه. طيب اين الاحتكار الى العمليات الديمقراطيه؟ يجب لابد من الاحتكار للعمليات الديمقراطية ولا بد من التصويت على كل مشروع ويأخذ كل إنسان نصيبه من موقفه ويتحمل نتيجة موقفه. هذا هو الواقع السياسي في فرنسا في كل الديمقراطيات العريقة في الغرب، بأنه الاحتكار للأغلبية والأكثرية. لكن إحنا مش عم نروح على انتخابات وتفرض هذه القوى نبقى في هذا البرلمان وتكتلات الطائفية وقوموا بالتسويات كما كنتم تفعلون. هذه التسويات ماذا أدت؟ هذه التوافقات إلى ماذا أدت؟ أدت إلى انشلال الدولة وانهيارها، لأنه ما قدرنا ننتج مشروع، ما قدرنا نعمل صيغة للمسير الثاني من لبنان من شوارع لبنان، ما قدرنا نعمل صيغة لبناء محطة كهرباء، ما قدرنا نعمل صيغة للحوكمة المالية مع الفصل المركزي، ما قدرنا نعمل صيغة ورائي حول التفاوض مع صندوق النقد، كل هذه الأمور لا، نحن اليوم أمام قوى سياسية حية وحقيقية قادرة أن تطرح مشاريعها في البرلمان. والقوى التقليدية من الأحزاب التي كانت تستقرض في الحكم صارت مجبرة على أن تتنازل لمصلحة الشعب اللبناني، لأنها باتت تستشعر الخطر الأكبر الذي يمكن أن يؤدي بها إلى ما أدى به اليوم نتائج من نتائج ومن تخفيف من وعد للتيار العوني وأيضا للقوى الأخرى كإرسلاب وجملات وأبو عهاب وغيرهم وغيرهم. في نفس السياق دكتور رائد، ماذا سيكون مفعول القوى الخارجية؟ خاصة نشوف أنه ثم قائمات مدعومة من السعودية، قائمات مدعومة من إيران وغير في البرنامج الجديد، يعني كيف سيكون تصرفهم هذه القوى الخارجية؟ يا سيد الكريم، حتى ما نكون نحن كمان يعني مغالين في هذا الموضوع، لن نقبل أي تدخل أجنبي أو غربي أو عربي في الشؤون الداخلية التي تهم لبنان. ما نريده من القوى السياسية الحالية في لبنان والتي نجحت ودخلت الحلبة البرلمانية أن تصير علاقات مهمة مع لبنان، مع سوريا، مع العراق، مع مصر، مع البلدان العربية، مع السعودية، وحتى مع إيران، مع تركيا. أين هي المشكلة؟ لماذا على لبنان أن يقوم دائما في منطق التخندق؟ هل يسمح واقع لبنان الجيوسياسي بمثل هذا النوع من التخندقات ومن التحزبات؟ نحن مع أن يكون لبنان بصياغة علاقاته بما يفيد الأمن القومي اللبناني بكل شيء على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التصدير وعلى مستوى الترانزيت وعلى كل المستويات، هذا لم يضر أحد. أما على مستوى التدخل، حتى تدخل العربي والسعودي، حتى تدخل الفرنسي، الفرنسيون والأوروبيون والغرب والأمريكيون قالوا لنا أنتجوا السلطة ونحن سنساعدكم، ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم. يعني شو معنى هذا الحكي؟ هذا كلام سياسي كبير، انه انتم صيغوا الخريطه النيابيه والسياسيه كانكم في لبنان
نحن متأكدين نقدم لكم قروض، نقدم لكم مساعدات، نرتب لكم علاقات، بس على الأقل قم أيها الشعب اللبناني وانتفض في وجه ظلامك وبالتبديك والحاكمين وأجل سياسة حقيقية سليمة، هذا ما نسعى إليه. نعم، والانتخابات النيابية دكتور رائد، والانتخابات النيابية هي فرصة للشعب اللبناني من أجل أنه يأخذ قرارات جذرية قد تغير الواقع في لبنان إلى الأفضل، نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور رائد المصري، أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التفاصيل. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي، ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. نشكرك برشا إمنا بوخيت في الإخراج التقني، شاكر في الديجيتال، أنس الهمامي في ستوندار. كنت معكم سهام حمدي من وصلنا رحلة التوا في غيكاب ميدي. ما ننسيش نشكر زميلنا بلال أدريدي زيدا. دونك بعد شوية تلقاو سوار تجيكم في فورم جديد تحكي اليوم على ظاهرة نحكيو عليها في المجتمع بصفة كبيرة، الشعوذة. علاش التوانسة يقبلوا على الشعوذة ويمشيوا للعرفين هكا البعض؟ طبعا مش الكل، ديما ما نعممش. سينو موجز الأخبار تدسويت مع زميل حسين النابتي. هكا وصلنا لختام غيكاب ميدي، نتقابلوا في غيكاب جديدة غدوة في لمن. غيكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة.